تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئه من اصحاب الجلاله والسمو والفخامه ملوك وامراء ورؤساء واولياء عهود ورؤساء حكومات الدول العربيه والاسلاميه والصديقه. وذلك بمناسبه احتفال مملكه البحرين باعيادها الوطنيه وذكرى تولي حضره صاحب الجلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنيه اعربوا فيها عن خالص تهانيهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأطيب تمنياتهم لسموه بمفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم دوام النماء والتقدم